وزير العدل، وما أدراك ما السيد وزير العدل، ومن تحزب معه من الخونة والفاسدين والمجرمين. تحية الخزي والعار لكل من دنس ومن حارب أحلام هؤلاء الشباب العزاز الذين لا طاقة لهم ولا حول لهم إلا ما أوتوا من علم ومن وطنية في عائلاتهم وفي مدارسهم وفي الجامعة المغربية. تحية المنابر الإعلامية الحرة التي ساندت القضية من أول يوم ولا زالت مرابطة لإظهار الحقيقة. شكرا لكم صراحة على وقوفكم اليوم، لأن بالفعل اليوم الدولة تخلت عنا ورمتنا في الشارع، لكن الصحافة لا زالت اليوم مرابطة لإيصال الحقيقة. لذلك نقول لكم شكرا. بداية وقوفنا اليوم جسيد على ظهور حضاري واحتجاج وشجب السياسة الإقصائية التي يمارسها السيد وزير العدل. وقوفنا اليوم جاء بعد سلوك سلكنا لكافة المصادر القانونية والقضائية الحقوقية والسياسية. قدمنا شكايات إلى مختلف الجهات القضائية الحقوقية المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور المعنية بالحكمة الجيدة، لكن لن نتلقى أيها. بل أكثر من ذلك، الناطق الرسمي بالحكومة أو أن الحكومة برمتها لم تكلف نفسها عناء ولو يعني الجواب، وهو ما تضحى بجلاء من خلال تصريح السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة حينما قال أن الأمر يعني وزير العدل. لذلك الحكومة أرسلت رسائل واضحة لا تحتاج إلى تشفير، أنه لا قيمة لنا، لا قيمة لجوابنا، من نحن حتى تجيبنا الوزارة. لذلك جينا اليوم عبروا ونوصلوا الصوت ديالنا الأبناء للشعب المغربي. حنا طبقات مسحوقة، طبقة التي مورس عليها الإقصاء والتهميش والظلم والحيف والتزوير. جينا كنطالبوا ثلاثة مناطق، نطالب أساسية، لعل صوتنا يصل إلى رئيس الدولة وأمير المؤمنين وأب المغارب لتحقيق مطالب ثلاثية. أولا إعفاء وزير العدل من هذا المنصب، محاسبته كمطلب ثاني، المطلب الثالث هو إلغاء هذا الامتحان مع إعادته في أقرب وقت. نادي قودة المغرب الذي خرج ببلاغ قوي وقوي جدا، وما أدراك ما نادي قودة المغرب الذي ينتمي إلى مؤسسة أو سلطة قضائية. أيضا هناك مجموعة من البلاغات نقابة الوطنية المحامي المغرب، ومجموعة من المحامين الشرفاء الذين يعني رفضوا هذا الامتحان وبلاغ جمعية هيئة محمد المغرب. السيد وزير العدل أبان بالفعل بأنه يعاني من مرض السكيزوفرينيا، والأصح به أن يوجد في مصحات لعلاج الأمراض النفسية بدل أن يوجد في كرسي وزاري. والسند في ذلك أن السيد وزير العدل بعظمة لسانه يقر أن الآلة ما كتخطأش في التصحيح، ويخرج في منبر آخر ويقول أن الأرقام اللي فيها المشكل راه غير الآلة اللي خطأت. فلذا نسأل السيد وزير هذا المنبر، متى تخطأ الآلة ومتى لا تخطأ؟ كيف ما سبقت وقلت للإخوان، نحن اليوم نقف من أجل قضية، هذه راه قضية رأي عام، قضية المناصب على من تفرق. راه وقعوا أشياء خطيرة اليوم، أنتايا راه في صدد أنك أنت في صدد مواجهة طلبة الحقوق، ناس كيعرفوا ما لهم وما عليهم. توفر فينا السن، توفر فينا الإجازة، امتحنا على الأقل 6 مرات في سنوات الإجازة، وهناك من امتحن أكثر. وتجي تقول لي راه لا، راه المشكل في كيفاش امتحنتم، يعني أنا كاين عندك الإجازة ولو تكون ما عرفت إيش راه ما غاديش تنجح. علاش؟ لحقاش أنتم فصلتم هذا الامتحان على مقاس أبنائكم، حرقتم قلوبنا وتحاولون حرق الوطن. راه المشكل ماشي في وظيفة، المغاربة
انا صراحه اقف متعجبه باش تقولوا لي فيها واحد فاسيله جوج ديال العاطلين وكتعطيو الارقام التي لا اطلع عليها. راه العاطلين اغوغو العاطلين يمينا وشمالا، هذا الشيء بعيدا على راه كاين اللي دار مشيريع ديالو وفين غادي تمشي دير شي مشروع غادي يجي يقول لك انا ديك الاجازه اللي اولا داك الماستر اللي ما غاديش يخول لي انني نمارس مهنه ما تعطيهش ليا، قول لي انت لا تستحقين شيئا وما تعطيهش ليا. ماشي تبقاو كتضخموا في الارقام عالميا وفين نجيو للواقع، راه الواقع مرير. هاد القضيه لم تعد فقط قضيه وطن، قضيه داخليه، لقد اصبحت قضيه عالميه، اصبحت قضيه عالميه. في مصر ينظرون الينا، وفي اليمين ينظرون الينا، وفي الجزائر ينظرون الينا، وفي اوروبا ينظرون الينا. يعني ان هاد الاجازه اللي نتوما كتقولوا بانها ما قادراش تجيب المعدل، شكون اللي غيقبلها؟ شكون غيقبلها؟ الا غادي تجي في نبغي ندير ماستر غادي تقول لي لا عندنا غير 40، خاصنا نقبلوا غير 40. ما نقرا ماستر، ما نقرا دكتور، ما نكمل قرايتي، ما نخدم، ما ندير مشروع ديالي خاص بديك الاجازه. نجي نقول لك انا عندي الاجازه وتقول لي انا نعطيك التمويل، عندك اجازه نعطيك التمويل، جيبي لي غير المشروع ديالك ونقول لك هكا المشروع ديالي والمشروع اللي ها المشروع اللي بغيت ندير، وتجي تقول لي ونمولوا راسي وتقول لي ها الطريق منين ندوز. راه عراقيل، انا حاولت انني ندير مشروع واداره تطرميني الاداره، لا شيء منظم في هذه الدوله. يعني انه نحن في الجحيم، نحن في الجحيم ونحن نغرق، هرمنا وهم يتناوبون عنا كالسنين العجاف. جا واحد خلا دار المعلمين، جا واحد خلا دار الاطباء، جا واحد كيخلي في دار المحاميين وفي الطلبه اللي تيحاولوا يكونوا محاميين. ياك اخويا، والمغرب ماشي ديال باك، هذا مغربونا، هذا مغربونا. وباش تجي تقول لي غادي نوظفك، هذه ماشي وظيفه. عفاك السيد الوزير، حاول انك تضبط مصطلحاتك اولا، حاول انك تفرق. انت انا كنتحداك انك تنجح سيد الوزير، كنتحداك انك تنجح سيستم كندي، والله لا نجحتي لانني كنشوفك انسان غير محنك من خير من حيث التوريطات اللي ورطتي فيها نفسك في جميع الخارجات الاعلاميه ديالك. وانا سجلت كاع النقاط نقطة نقطة من النقاط اللي هدرتي وجاوبتي عليها الصحافة. بالنسبة للتجاوزات اللي كانت، كان المفترض، كان من المفترض أن 9 ديال الصباح نجتازوا الامتحان، اجتازيناه مع 11 وشي حاجة فوق 11. أنا شفت مكانتي باقي ما تفرقوش عندنا الوراق. شنو كان تيوقع ما بين 9 و 11؟ هذا سؤال كنوجهو لكم السيد الوزير وكنتمنى انكم تجاوبوني. امتحان وطني على الصعيد الوطني ما ضبطوش الوقت ديالو، مشكل عويص. يا اما ما قادرينش تسيروا امتحاناتكم، يا اما جالس كتزرب خاصك دوز الامتحان، ما حدك راك تما باش دوز اللي بغيتي، بيزار. ثاني حاجه كنت سجلت بان السيد وهبي قال له انا يفتح التحقيق، انت المتهم والمتهم لا يفتح تحقيق، التحقيق خاص تفتحوا الجهات المخول لها ذلك، المخول لها ذلك. وانا حتى اذا لم يتم فتح التحقيق وما تمش الضغط عليا من طرف العائله ديالي، انا اللي غادي نقدم دعوه ان شاء الله ونشوفوا شكون هما هاد الناس اللي كانوا في 1200 اللي نجحتوا وهما غير حاصلين على 80 من 160. شكون هما الاسماء اللي كانت في 80 على 160 حسب تصريحاتكم؟ وقلتي كيفاش غادي ندير النشر؟ انا فين كنت كنقرا في احد الجامعات العلميه كانوا كيعلقوا لينا التصحيح حدا النقط ديال الامتحان، علقوا لينا التصحيح. علاش هاد القوقعه كامله؟ كتعرفوا بان في خبركم بانه انا الامتحان الوحيد، الامتحانات الوحيده اللي ما يمكنش تخرج معاك ورقه الاسئله رغم انك ما كتجاوبش فيها هي امتحانات ديال وزاره العدل. عطينا الورقه ديال الامتحان نمشيو نصحح الراجل في الدار، علاش ما تعطيناش ورقه الامتحان؟ علاش خاصني نكتب فيها سميتي والرقم ديالي تحت طائله انني ما غاديش انتقص من الامتحان لما خليتش الورقه ديال السؤال؟
علاش خفتي لا نمشي نصححها ونعرف شحال جايبه؟ خلي لي الورقه الامتحان الاسئله ديالي من حقها انها تبقى معايا ديك حقي. علاش غادي نرجعها لك؟ شنو بغيتي دير بها؟ بيزار. بالنسبه السيد الوزير وقع في واحد ما عرفتش مغالطه زلات اللسان، قال له احنا فين تيجيو في الشفاوي كنقولوا اش كيدير باك ولد الباشا ولد الشاوش اللي قلتي راه غادي يسقط راه نجح راه غادي يسقط في سؤال اش تيدير باك، يعني دوك 800 اللي نشحوا عن جدار غيسقطوا في سؤال تاع اش كيدير باك. سبب الوقفه اليوم هو اننا باش يعرفوا بانه احنا مازال متشبتين بالمطلب ديالنا ومتشبتين باش انه يتم الانصاف ديالنا. لا يعقل هاد الشاطات في استعمال السلطه، لا يعقل هاد الخرق في القوانين، لا يعقل على الدوس على الدستور كلتا القدمين، لا يعقل لا يعقل ان كلشي تخلى علينا، السياسيين احزاب تخلوا علينا، انا عضو لجنه مركز حيت التقدم الاشتراكيه ومني انا وجبت كلشي تخلى علينا والله واحد ما شاف فينا. كنشوفوا وللاسف كلمه ديال البارح ديال السي بن كيران اللي حسمت لقبه بالسفيه، انه كيفاش خرج البارح وكيفاش انه تيقول كيقادنا مع المقاطعه يا كشريف اللي كيشوف بالدلائل. هذوك راه مازال رجال الاعمال كيضر الجيب ديالهم، حنا راه طلبه، راه النفس ديالنا اللي تضر، الكرامه ديالنا اللي تضرات. كيفاش كنشوف المحامين، وانا نعاود نكررها والله السي المحامين اللي تيتحملوا المسؤوليه، تخليتوا علينا درتوا وسائل الضغط ديالكم كامله باش انكم سامحوا في هذه المهزله. انا كنعاود نكرر المحامي كيتحمل المسؤوليه، كلام معسول ولكنه مدسوس، دسوا بنفس المراحل ديالنا ساده السياده المحامون، دسوا بنفس المراحل ديالنا. كيف يعقل انه كنخلصوا 10 مليون للهيئات و14 مليون وما كنلقاوش مكاتب؟ طبيعه الحال حنا ما تنلقاوش مكاتب، كنمشيو انه كنخلصوا 14 مليون وكنمشيو كنبقاو دي سالاري عند محامين كيقول لك حقا كيعيشوا في وضعيه هشه، كيعيشوا في وضعيه مزريه، حاله نفسيه بطبيعه الحال حاله مزريه. بطبيعه الحال ما غنلقاوش مكاتب لان خلصنا النقابه واحد الكمايل ديال 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 الفلوس، هذا هو سبب المشكل. ماشي الطلبه اللي باغيين يخدموا، كيف يعقل ولا كان تنظر لهؤلاء الوجوه لهذ الوجوه البريئه الشابه واش كلها ما كلها مساليه قبه؟ كنشوفوا ناس مختلف عمر جايين كيطالبوا بالحق ديالهم، والله الا عيب، والله الا عيب انه تجي السلطات انه تقول لنا ما عندكمش حق، عيب. كنتمنى من الله تكون شي التفاته من الناس اللي عندهم غيره على الدوله، الناس اللي عندهم غيره على الدوله انهم يلتفوا لنا. من وهبي قضيتي على الاحلام ديال العديد من الناس، عديد من الناس، انا عمري 22 سنه بطبيعه الحال باقي صغير، ولكن علاش فرصه تضيع؟ راه غنفقد الثقه، راه الجهد غنفقده. كنتمنى من الله انه تتم التفاته لنا وشكرا.